رجعنا معكم من جديد. مازلنا متواصلين في زون ميكس حتى من الخمسة متاع عشرين. نبدأ في استقبال ضيوفنا. أول ضيف باش يكون معنا بالهاتف عامر العابد الناطق باسم خلية أحباء النادي الإفريقي في باريس. الخلية هذه أكيد زارت المحامية الفرنسية اللي أودع عندها، أو حسب بلاغ النادي الإفريقي قيل أنه تم إيداع عندها المبلغ المالي الخلية خلاص ديون الفيفا. شنو صار في اللقاء هذا بين خلية أحباء النادي الإفريقي في باريس وكذلك المحامية الفرنسية؟ معنا بالتليفون عامر العابد الناطق الرسمي باسم الخلية. سي عامر اهلا بك. اهلا مرحبا بك، مرحبا بكم ومسي على الانفيتاسيون. مرحبا بك. دونك سي عامر، تاكد لي قمت بالاتصال او زرت المحامية الفرنسية هذه، شنو صار بالضبط في اللقاء بيناتكم؟ نحن قبل ما نبدا نحب نبدا نقدم ديجا خلية أحباء النادي الإفريقي بباريس اللي هي خلية تكونت من عام 2007 وهي خلية مصارف بها من قبل النادي الإفريقي، مصارف بها زادة من لو جورنال أوفيسيال دو لا ريبوبليك فرونسيز. اليوم كما قلت انت جينا حبينا نوضحوا للراي العام بخصوص المحاميه المكلفه من طرف النادي الافريقي بخصوص خلاص الديون. اليوم بعد ما سمعنا الاخبار عنا عضو من مكتب الخليه في ظرف 45 دقيقه نقل وين موجوده المحاميه، وين تسكن المحاميه، وهو كما قال قبل اللي هي تسكن في دارها، دونك اللي هي المحاميه اني لو ماسون. كما قلنا جد فما توضيح زادة بخصوص السكنة بتاع المحامية، تبغي هي الموجودة في دارها مي لا ان باي ميكس كما نقولوا في فرنسا، سي ان باي ميكس اللي هو تنجم تخدم فيه تعمل فيه ليكزارسيس بروفيسيونيل نتاعك، تنجم تخدم فيه وتنجم تسكن فيه، دونك المنزل نتاعها مشغول للزوج. وفي الظروف توا نتاع الكورونا وكل شيء هي اللي المحاميه 100% موجوده في دارها تخدم في دارها. المحاميه ذي بدات النشاط نتاعها من عام 1979، دونك اليوم عندها 41 سنه خدمه. دونك المحاميه اكدت لنا اللي في وقت اللي تقابل معها السيد قالت له اللي هي تعرف الوضعيه الحاليه للنادي الافريقي واللي قاعد يصير كل شيء، تعرف الحيثيات، تعرف محبه الجمهور نتاع النادي الافريقي. وقت اللي كنا بحذاها متواجدين غاديكا في ظرف قليل برشا جاوها دي ديزين ولا اكثر تليفونات من جماهير النادي الافريقي يحبوا يسالوا ويحبوا يعرفوا شنو صار، تعرف الحب نتاع الجمهور وقداش متعلقين به. البوان اللي حكينا عليه اللي هو بخصوص الفلوس، قالت لنا حكت لنا هي اللي الفلوس موجودين، انا ما حبيتش تعطينا اكثر توضيح، ما حبيتش تدخل اكثر في لي ديتاي. الفلوس فين موجودين بالضبط؟ موجودين في فرنسا، موجودين في تونس، موجودين في بلاد اخرى. هذه السريه التحقيقات. شنو السريه فيها اللي عامه باش تقول لك الفلوس ما عندي باش نخلصوا الفيفا؟ شنو السريه فيها؟ كان اذا كان عندها فلوس علاش ما تقولش اللي هما عندها معناها؟ هي اللي قالت لنا بالذات، قالت لنا الفلوس المبلغ متواجد. السرية هذا هي اللي تخلي الغموض وتخلي الأحباء نتاع الكلوب يشكوا في كل شيء ظهر لي. هي هذا هون أنا نعطيك كلامها بالضبط. احنا اليوم نحبوا نعملوا توت ليختي، نحبوا نكونوا واضحين مع جمهور النادي الإفريقي. قالت لنا الفلوس موجودين، كما قالت لنا زاد بمتانا سي كومبليكي سوغ لا سورتي إلى غونتخي دارجون، دونك فما يمكن مشاكل نتاع تحويرات نتاع دخول وخروج كيفاش؟ باهي في النقطة هذه المشاكل نتاع دخول وخروج الفلوس كيف تخالف اللي جاء في البيان نتاع هيئة النادي الإفريقي اللي قال سي بون الفلوس وصلوا عند المحامية، دونك كيف؟ المحامية أكدت لنا قالت لنا اليوم سي كومبليكي سوغ لا سورتي إي لا غونتخي دارجون، أنا ما نجمش نكونفيرمي اسكو الفلوس عندها ولا لا، حبينا ندخلوا أكثر أون ديتاي نتاعها معها هي. قالت لنا اليوم قاعده هي تتصل بالمحامين نتاع الجوارات، قاعده تتصل في اتصال زاده دائم مع عبد السلام اليوسفي. قال الحكايه هذيا، قالت انا فما ثقه متداوله بيناتي انا وبينات عبد السلام اليوسفي في لي سيتياسيون هذيا. بدات قاعده الكونتاكت في الفيفا. هي كيف فما برشا عباد حكاوا اللي هي محاميه ماهيش عمرها ما خدمت في المجال نتاع سبورتيف في مجال الكوره. اكدت لنا قلنا لها نحن سالنا السؤال هذايا، قلنا اسكو انت خدمت في دومين رياضي في دومين سبورتيف؟ قالت انا ديجا خدمت قبل على ملفات رياضيه وكنت شاركت من بين العباد اللي كانوا شاركين في تنظيم كاس العالم 1998. دونك هذوما لي زانفورماسيون اللي عندنا من عند المحاميه
كما زاد في الاخر قالت لنا اللي هي على لسان المحامية باش نزيد ناكد اللي هي كلام المحامية هذه مش كلامنا نحن وتكون على مسؤوليتها الخاصة. قالت فوتخ بريزيدون فوتخ بريزيدون نو ميريت با تو سا il travaille tout seul sur les dossiers et il n'y a personne pour le soutenir. Et donc les informations تاعنا نحن مع المحامي نحن بعثت لنا زاد ميل اذا كان اذا كان ظهر جمهور النادي الافريقي الكل ساندوا بستة مليارات وما ساندوا حد ما شكون اللي ساند شكون اللي ما كانش يحب المسانده ماذا اذا كان ظهر لي قالت لك ما ساندوا حد معناه هي اليوم بدات تحكي اكثر على العباد اللي في وسط النادي الافريقي على العباد هي قالت في خدمين لي دوسي اليوم مانيش نحن ما نحبوش لينا مع عبد السلام اليوسي ولا زاد عبد السلام اليوسي نحن اليوم نحب نوضحوا ليماج تلكي لي وقت اللي سمعنا نحن كيفنا كيف اي محبين للنادي الافريقي لكن نحن متواجدين في باريس ومع بيد عندها فينا ثقه وقت اللي سمعنا بالاخبار هذايا تنقلنا سور بلاس حكينا معاها خلينا معها ما حبيناش نهبطوا زاد كيف وقت اللي حكينا معها على انترفيو وكل شيء قالت الحكايه مازال توا جديده ومازال سخونه ما نجمش يتصوروني ما نحبوش نعملوا التصوير زاد فاصون حبينا ناخذ اوتوريزاسيون ما عندها نتاع التصوير حكينا معاها زاد بار ميل وانا توا قدامي زاد الميل نتاعها اللي هي بعثته لنا اللي هي تاكد فيه كونه هي نقرا لك الميل زاد نتاعها هي شيغ موسيو ساشي اونكور اون فوا كو جي بيان كونسيونس دي زونجو اي دو لانتيري كو فو et l'ensemble des supporters du avait ما تقرا لي لخصني شنو فيه بالضبط الميل هي تحب تقول اللي هي تعرف الانتيغيم تاع الكلوب افريكان تعرف لا سيتياسيون اليوم اكتويل تاع الكلوب افريكان تعرف اللي فما برشا جماهير وراها وبرشا الوضعيه نتاع النادي اللي هي في حتى الكلاسمون نتاعها تعرف فين اللي هي اكدت اللي هي باش تعمل الماكسيموم نتاعها وبدات ديجا تخدم على لي دوسي هذوما وبدات قاعدة تتصل بالجوارات وتتصل بالفيفا لتسوية الوضعية هذا اللي حكيته لنا المحامي نحن نتقعدوا معها اتصال دائم باش نحاولوا ديما ناخذوا ما عندها ليزانفورماسيون ذاك قدم اكثر بدات في الاجراءات بدات في الاجراءات عامر قالت بدات تخدم على دوسي قالت بدات تخدم على دوسي وعندها مده ديجا اللي كانت اون كونتاكت مع عبد السلام اليوسي معناها مش من تاريخ وقت البارحه من الجمعه الوثيقه اللي هبطها على الصفحه الرسميه للنادي الافريقي توجهت للرئيس الفيفا معناها ما فهمناش توجه رئيس الفيفا علاش؟ علاش مش لجنه النزاعات مثلا والا المحامين الخاصين بالملاعبين هما هذه تكون هكا البروسيدور هي, هي, هي قالت هي قالت زاد اللي هي توا دخلت اون كونتاكت مع المحامين اللاعبين اللي في مرشك فما ديجا ميل للفيفا وفما اللي هي زاده قاعد اللي هي قاعده تحاول مع المحامين نتاع جواريت باش دخلت معهم اون كونتاكت وتحاول تنيغوسي معاهم الاميابل باش نخرجوا من السيتياسيون هذي دونك تنجم تتحلل المنع اللي تنحى في البيريود هذه معناها الملاعبين جدد يتاهلوا ولا صعيب اذا كان مش مستحيل؟ حسب كلامها هي قالت فيك بدات في البروسيدور ابارتيغ من الدات نتاع اللي هي خذات الدوسي ابارتيغ من الدات نتاع البارح فما بوسيبيليتي اذا كان الامور تمشي على ما يرام بين 8 ل 10 ايام تتحل الوضعيه وتتحل مشاكل النادي الافريقي هذا نعاودوا على كلامها هي اذا كان ما فماش دوخ بروبليم قالت زاد جبدت على حكايه البروبليم تاع الكورونا فيروس توا اكتوالمون اللي فما ديفيكولتي باش في الديبلاسمون في كل شيء هي متواجده في دارها مي قاعده كيف كيف تحاول تتصل فما العاود والانفورماسيون اللي هي تتصل بالمحامين تاع لي جوار اللي عندهم مشاكل تاع اللاعبين اللي عندهم مشاكل مع النادي الافريقي باش تلقى وضعيه تفاهم معاهم. واضح دونك حتى هذا ما صار معاها حاولنا نتصلوا بها نحن ما عرفتش نزل حتى رقم من تونس برشا اتصالات وصلوها من تونس اللي ناكدوا لك اللي هي جاوها برشا عباد برشا عباد اللي تنقلت لها سور بلاس فما عباد اللي مشي تلقى مع عباد اللي قاعد تتكلم فيها دونك فما برشا كونتاكت مع عند المحبين تاع النادي الافريقي وهي اكدت لنا الكلام هذاك علاش انا قلت لك نحن كنا اول عبد يدخل معها اون كونتاكت اول عبد ناخذ معها الانفورماسيون هذيا واول عبيد جاوبتنا دو فوا مرتين على الميل دونك اليوم نتصور بالماشي اكثر العبيد وتمشي اكثر الانفورماسيون نتاعها دونك فما برشا دوموند عليها هي هذه الكلمه نتاعها مو مو اللي قلته لكم حتى الميساج الاخراني اللي قالته هي نحن اليوم كخليه احباء النادي الافريقي ك
كما اي واحد يحب النادي الافريقي ماذا بينا كان السيتياسيون جيد تتحل. كما قلت لك واكدت لك نحن اليوم لنا مع بسام اليونسي لنا نبينوا في ديماج بتاع بسام اليونسي نحن حابين ننقلوا الاخبار ما عند المحاميه على لسانها بالكلام اللي هي قالته كما الفاصون اللي هي قالتها. ما نحبش ندخل في التأويلات ما نحبش ندخل زادا انا جوج اليوم نقول اسكو المحاميه هذيك المحاميه هذاك كفء ولا لا؟ علاش الاختيار نتاع المحاميه هذاك؟ كما قلت لك وقت اللي لوجنا في السيفي نتاعها لقينا اللي هي محاميه من عام 79 عندها 41 سنه تعرف شنو هي تقول تعرف فاش تعمل. من الاول كانت متردده شويه اما قالت نجم نعمل حاجه وفما بوسعي نجم نعمل حاجات فريل ونجم نعاون في الملفات نتاع النادي الافريقي. هذاك علاش اليوم ما نحبوش ندخلوا في التأويلات، نحب نوريو ليماج كما هي، الصوره كما هي لجماهير النادي الافريقي على لسانها هي من غير ما ندخلوا في حتى جوجمون. وهذا اللي نطلبه زاده من جميع الجروبات ولا من جميع الخلايا اللي موجودين كل كسوا في تونس ولا في العالم. اليوم ماذا بينا كجمهور النادي الافريقي في سيتياسيون خايبه برشا، ما نجمش نقول خايبه شويه، في سيتياسيون خايبه برشا، نبعدوا شويه على التأويلات، نبعدوا شويه على لي زوند نيجاتيف. انا جو بريفير اكثر نتلفوا اليوم مع بعضنا. التأويلات حسيتك توجه في ميساج، بون كي تقول التأويلات ظهر لك كما قلت لك العباد ما عادش عندها ثقه راهو في رئيس النادي، اي كلام يتقال ما يتنفذش، دونك هذا اللي يخلي باب التأويلات. وكي تشوف كما قلت لك العباد تمشي اللي هبطت البلاغ هبط الرساله مشات رئيس الفيفا، دونك تخلي باب برشا تأويلات. هو واضحه ثنيه تمشي محامي الملاعبيه تفهم معاه هاو فلوسك هاو الورقه اللي انا خلصت هذيك ابعثها للفيفا، تبعث للفيفا علاش؟ ما فهمتش انا، هذا المشكل اللي خلى برشا تأويلات وبرشا يشكوا حتى في اهليه المحاميه هذه وقدرتها على حل مثل هذه النزاعات. كما قلت انت الناس الكل اليوم ما عندهاش ثقه في عبد الكريم اليونسي في شخصه هو على اللي قاعد صاير على اللي الوعود اللي صارت وما تنفذتش على العباد تشاكي ايش صحيح ايش مش نخلصوا ايش مناش مش نخلصوا. انا اليوم ما نجمش نجوجي حتى واحد في بلاصتي في مواقع هذه بليزانفورماسيون القليله اللي عندنا، دونك نحن نحاولوا ناخذوا الانفورماسيون كما اي عبد معناها كما وقت اللي سمعنا بالمحامي انتقلنا لها اللي هي باش ناخذوا ما عندها الانفورماسيون. ما نجمش نقول اسم المحامي هذه مؤهله ولا ماهيش مؤهله باش جست انقلتوا معناها انتم اللي قالته لكم هو هي هذا اللي قالته لنا هي هذه هي محاميه متواجده في باريس عندها 41 سنه خدمه تقبل على مواضيع في الدومين سبورتيف. وضعتكم وثائق اللي هي مثلا خدمت في حاجات من نزاعات رياضيه ولا حاجه هكا؟ خاطر قلت لي في تنظيم كاس العالم معناتها ماهوش نفس الاطار. هي كانت متواجده هي الخبر الانفورماسيون اللي عطتها لنا اللي هي كانت متواجده مع ليكيب دي زافوكا اللي ساهموا في تنظيم كاس العالم 98 في فرنسا. اي ماهوش نزاع معناها فهمتني، ماهوش نزاع رياضي معناها اللي هو قضيه الحال توا اليوم في الكلوب مع اللاعبين الاخرين. في النزاعات ما عندناش الخبر ما عندناش الانفورماسيون ما عندناش ما نجمش نعطيك الخبر اللي انا معناها. قالت خدمه دي دوسي قبل في الدومين سبورتيف وكاهو وقت ما حبيتش ندخل برشا برشا في الديتاي هي زاده. وكذلك علاش انا قلت لك اليوم ماذا بينا نتلموا اكثر عن ان ديربي زاده غدوه اللي فو بونسي اكثر في الديربي اليوم. نحاولوا نمنعوا جمعياتنا نحاولوا نلعبوا مع جمعياتنا نلعبوا مع الاولاد الصغار اللي في الجمعيه مع كوني انا في التور كما قلت لك رانا باش نقعدوا نتبعوا في القضايا هذيا باش نقعدوا نتبعوا في لافونسمون تاع لي بروسيدور باش نقعدوا ديما نحاولوا نتصلوا بالمحاميه نحاولوا نتصلوا باش ناخذوا ديزانفورماسيون وهذيك نقعدوا ديما نتبعوا الجمعيه نتاعنا. هذاك علاش انا اليوم وكل الناس الكل نتلموا مع بعضنا في لي سيتياسيون هذيا. وكما قلت انت جماهير النادي الافريقي ثابت ب 6 مليارات وانا ناكد لك على العباد اللي عايشه برا واللي تحب النادي الافريقي متعدها تدفع 6 مليارات ومتعدها تدفع حتى اكثر من 6 مليارات باش تخرج تشوف النادي الافريقي ما نشكوش فيها ما نشكوش فيها. هذاك علاش اليوم نتلموا الناس الكل ماذا بينا كونه تتحل الوضعيه كل كسوا على طريق عبد السلام اليونسي كل كسوا على طريق جماهير ونحن جمهور النادي الافريقي باش نقعدوا ديما وراه باش نقعدوا مساندين كل كسوا الخليه نتاع النادي الافريقي في العالم الكل فين باش يكون متواجد النادي الافريقي ولا فين نجموا ناخذوا المعلومه باش يكونوا متواجدين. واضح يعطيك الصحه شكرا ليك. عامل عندك ما تضيفه؟
الناس عليك عايش كذا هي دونك الكلمه الاخرانيه كما قلت لك ماذا بيا كان جماهير النادي الافريقي كلها تتلم بعضها الجروبات كل يوم نتلم مع بعضنا ونحطوا الاوبجيكتيف الوحيد نتاعنا اللي نخرجوا الفريق نتاعنا من السيتياسيون اللي هي فيها ان شاء الله مربوحه غدوه في الديربي ونتلموا اكثر ديما نقعدوا نتلموا اكثر نقعدوا بلوس اوني مع الكلوب الافريقي. يعطيك الصحة، شكرا لك عامر العابد رئيس خليط أو الناطق الرسمي باسم خليط أحباء النادي الإفريقي في باريس. كنا حكينا على موضوع المحامية الفرنسية تقريبا الخلية زارتها المحامية هذه في باريس، ونقول ما جاء في الحوار اللي دار بين الخلية وبين المحامية هذه. بعد شوية نحكي هوند باش تكون معنا لاعبة المنتخب الوطني التونسي فاطمة اصفر، نحكي معها على الوضعية اللي يعيشها منتخب كرة اليد سيدات دون مدرب قبل 6 أشهر من الكانو. في ساعتنا الثانية أكيد من 4 حتى 5 باش نحلوا ملف الدربي غدوة بين الكلوب والاسبيرونس، باش يحضر معنا خالد تويتي اللاعب السابق للنادي الإفريقي وكذلك سامي العروسي اللاعب السابق لاسبيرونس، ودربي قبل الدربي باش يكون اليوم قبل مواجهة غدوة. فاصل ثم